ده الجزء الاولاني. الجزء الثاني اللي انا شفته على الساحه الرياضيه منتخبنا الاولمبي. منتخبنا الاولمبي منتخب عظيم، منتخب هيبقى ليه شأن كبير جدا الفتره اللي جايه على الساحه الرياضيه. يمكن الكابتن شوقي غريب هو حبيبي وهتشوفوه برضه هنا ان شاء الله في قناه النادي الاهلي، بس هو شاغل نفسه وشاغل الراي العام مين اللعيبه اللي هياخدها؟ هل محمد صلاح؟ هل احمد حجازي؟ في مصطفى محمد يمكن كمان هم بيفكروا دلوقتي في تركيا ان مش عاوزين يشترك لان عندهم دوري عام وان ده شغل الاحتراف. ومحمد صلاح برضو ليفربول بيفكر ان ما يجيبش محمد صلاح. طب احنا شغالين نفسنا بايه يا كابتن شوقي؟ انت عندك لعيبه كويسه قوي، ما تشغلش بالك، ركز مع الفرقه بتاعتك اللي موجوده. انا اتفرجت على الماتشين بتوع جنوب افريقيا، عندك لعيبه بسم الله ما شاء الله حاجه تفرح في كل مكان. انت عامل واحد واثنين وثلاثه، مش عاوزين نشغل بالنا ونشغل الراي العام ان لازم فلان يشترك او ما يشتركش. احنا مصر ولاده وعندها اولادها في كل المجالات، بل في كره القدم. ربنا يزيد ويبارك اللعيبه المحترفين بتوعنا اللي هم بره، وربنا يشفي كمان تريزيجيه ويرجع تاني ويبقى موجود على الساحه الرياضيه. فعشان كده كابتن شوقي شيل من دماغك بقى ان ده هيجي، لا ده مش هيجي، لا ده مش هيشترك، لا ده هيشترك. انت عندك فرقه اعيدها ومكررها، عندك فرقه كويسه قوي، وانت مدرب كويس قوي وموظف اللعيبه كويس قوي. اتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان شاء الرحمن ان ربنا يوفقك الفتره اللي جايه. وزي ما كنت ساعدتنا في حاجات كتيره جدا، انا عاشرتك وانت لاعب وانت اداري في حاجات كتيره قوي، وانت قدها ودود يا ابو الشوق. وان شاء الله نشوف المنتخب الاولمبي في اولمبياد طوكيو مكسر الدنيا وعامل ميداليه من المراكز الاولى، وانت قدها وهتسعد الشعب المصري زي ما اسعدته قبل كده. احنا هنا من خلال قناه النادي الاهلي بنقول الصح اللي احنا شايفينه، وبنقول الغلط اللي احنا شايفينه. الغلط هنقول عليه قبل الصح، والصح هنقول عليه صح، وهندي لكل واحد وهنحط كل واحد في مكانته بعيد عن المجاملات وبعيد عن اي حاجه خالص. واحنا جايين في قناه النادي الاهلي هنا عشان نسعدكم. وقبل ما اختم الجزئيه ديت، انا بقول لجماهير النادي الاهلي ما تسمعوش اي اخبار من بره غير قنواتكم، قناه النادي الاهلي، نادي القرن، النادي العظيم.